أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء في برنامج الموجة المفتوحة ببث حي ومباشر بالتعاون بين موقع بانت وقناة هلا. وإلى الموضوع الأخير، للقصة أساليب وفنون، إلا أنها مهما تعدد متلقيها يبقى لها حضورها الخاص، خاصة في جيل الطفولة، بل تعتبر مؤثرا مركزيا يستخدمه المربي والأم وكل من يرغب بتذويت قيمة تربوية عند الأطفال، لكن تتعدد الطرائق والاستراتيجيات. للاستزادة أكثر نتحدث مع ضيفتنا من ينوح عبر تطبيق الزوم الحكواتية سمر سيف. أهلا ومرحبا بك. أهلا فيك، يا هلا، مساء الخير لكل جميع المستمعين والمشاهدين. بداية سمر، يعني نتساءل، لماذا القصة؟ حدثينا أكثر عن الدافع الذي دفعك لاختيار هذا المجال. نعم أختي العزيزة، لماذا القصة؟ لأنه القصة أنا في نظري هي سحر. ليش سحر؟ سحر لأنها هي ممكن توصل لكل طفل وطفل، لكل طالب وطالب، طبعا في الطرق اللي إحنا بنختارها. هذا أول سبب. والسبب الرئيسي واللي هو أهم، أنا عندي ولد اسمه زيدان، عمره حاليا 9 سنين، طبقة 9 سنين. ابن زيدان لما كان عمره 6 سنين 7 سنين يروح من الروضة، يروح من البستان، يروح من المدرسة، نقعد نعمل محادثة أنا وياه، نتحدث شو مرق عليه خلال النهار، كيف كان نهاره. فهو أنا انتبهت لشغل كثير مهمة، إنه زيدان كان يمرق كثير مواقف، ففي مواقف اللي ما يعرفش يتصرف فيها. فأنا هون شفت وجدتني فكرة إني أنا الموقف هذا أبلور له إياه عن طريق القصة، ومن خلال القصة أنا أوصل الحل كيف يتصرف مرة ثانية في موقف نفس الموقف أو موقف مشابه. شفت أتابع الإشي، شفت إن الإشي نجح. فهوني شفت أنا إنه من واجبي زي ما أنا فدت ابني وساعدته إنه يقدر يتصرف طبعا عن طريق القصة، إني أنا أتجه لهذا المجال وأساعد كمان أولاد ثاني عن طريق القصة. والحمد لله الإشي لقى نجاح كثير كبير. نعم، نقدر نعرف انه الشيء دليل هذا اثبات انه القصه، من خلال القصه احنا نقدر نوصل لكثير حلول عن طريق احداثها. نعم، بعد قليل سنفصل في الحديث اكثر بشكل عملي، لكن السؤال اولا، ما المميز بعمل الحكواتيه سمر بالذات مع الاطفال؟ طيب، المميز بعمل الحكواتيه هو بدي اشرح شوي عن مهنتي بتوسع. أنا بكل فخر بقولها وبكل تواضع، الحمد لله أنا عندي شغلي تميز عن طريق مسرح الدمى، صارت قصة عن طريق مسرح الدمى، أثبت علميا إنه الدمية هي أقرب إشي لعالم الطفل. أنا عندي في المنطقة تبعتنا، منطقة الشمال، أنا ساكنة قرية ينوح اللي تقع بالشمال، عندي في المنطقة تبعتنا تقريبا 35 حضانة اللي أنا بفوت عليهم في الشهر، كل حضانة بفوت عليها في الشهر مرتين. فهون أنا لما بفوت على الحضانة فشوف كيف الطفل بينجذب عن طريق تفعيلي للدمية، عن طريق الصوت، بشوف الشغف في عيون الطفل. وهون هذا الاشي بيميزني، انا تميزت في سرد القصة عن طريق مسرح الدمى. طبعا انا بلايم الديكور، بلايم الدمى، بلايمها كمان لأحداث. فهون انت بتشوفي الطفل ابن 7 اشهر، انا عملي ببلش، مهنتي بتبلش عملي من جيل 7 اطفال، من جيل 7 اشهر لجيل 15 سنه اللي هي جيل المدرسه. فهون احنا عم نحكي عن الطفل، طفل جيل 7 اشهر، انه هو يقعد ويركز معك في احداث القصه، تشوفيه هو عم بتطلع عليك بس هو داخله عم بفكر كيف الدميه عم تتحرك، كيف الدميه انا عم بقدر عم بنجح ان انا اغير الصوت. مع العلم انا عندي الدميه المرافقه اسمها زينه، انا مستحيل اروح على الا محل بدون ما زينه تكون معي. صحيح يا زينه؟ صحيح يا سمر، شكرا كثير لك، مرحبا انا اسمي زينه. فهون الاشي بيميزني، لما انا افوت على الله حضاني اول اشي بيسالوني عن زينه، هذا اكبر دليل انه الدميه هي اقرب اشي لعالم الطفل. نعم، وأيضا يعني قد يتساءل البعض، يعني ما مدى تأثير دورك أنت كحكواتية على الطفل من خلال القصة؟ يعني لو تعطينا أمثلة أكثر عمليا نفصل في الحديث أكثر. إن شاء الله. أنا خلينا نحكي عن الأطفال، بالذات عن الأطفال، أنا رح نمثل للطلاب في المدارس. أنا بفوت على الحضانة مثلا، اللي بكون باتفاق مع الحاضنة إنه أنا اليوم بدي تحكي لي قصة، عم بشتغل مع الأطفال على نظافة الجسم،
على نظافة الأسنان. فأنا بحكي موقف اللي هو صار معي. أنا مرة كنت بحضانة من دون ذكر أسماء، سردت قصة عن طريق مسرح الدمى عن نظافة الأسنان. فهون كان غادي طفل عمره سن ونص. أنا ثاني يوم، أنا بعرفش أمه شخصيا، أنا بعرف الحاضنة، عملت اللقاء الحمد لله كان لقاء جدا ناجح. ثاني يوم أنا قاعدة توصلني رسالة على الواتساب، فتحت الرسالة تحكي معي أم كذا وكذا من دون ذكر أسماء، امبارح أنت كنتي بالحضانة عند ابني. قلت لها يا هلا تشرفنا، تفضلي إيش ممكن أساعدك؟ قالت لي بدي أقول لك إشي. قلت لها تفضلي. قالت لي شكرا وألف شكر لإلك، أنت امبارح كنتي بحضانة ابني. أنا ابني روح، ابن سن ونص، جسد أحداث القصة بالضبط كيف أنت سردتيها على مسرح الدمى. أنا ابني كان رافض كليا إنه يفرشي أسنانه، كان رافض كليا قبل النوم بعد الأكل الصبح. أنا ابني قام لحاله، جسد كل أحداث القصة. فهون هي أثبتت لي قديش القصة ومسرح الدمى له تأثير كثير كبير في عالم الطفل، وهذا نجاح طبعا لإلي اللي أنا بفتخر فيه. كمان أنت كأم يعني كنت قد ذكرتي سمر تجربتك مع طفلك زيدان. اليوم يعني كلنا نشهد أن البلاد تمر بظروف حرب وطارئة، قد يضطر يعني الكثير من الأطفال مع الأمهات البقاء في المنزل. هل تستطيع الأمهات أيضا من خلال أدوات موجودة في المنزل ممارسة دور الحكواتية أو يعني التعامل مع القصة مقابل أطفالها؟ ماذا تقولين لهؤلاء الأمهات؟ طبعا أنا أخت العزيزة، إيه بدي أنصح كل أم. أنا كل لقاء بروح عليه في الأول رح أذكر هاي الشغلة، إن أنا كل لقاء بروح عليه بيكون فيه المشتركين كمان الأهل، سواء الأم سواء الأب أو الأهل مع بعض، الأم والأب بالجهتين بيكونوا موجودين باللقاء. أنا بقسم اللقاء في نصيحة، نصيحة اللي هي من القلب اللي أنا جربتها مع ابني طبقتها مع ابني، بدي أنتوا تطبقوها مع أولادكم. إحنا موجودين اليوم في فترة كثير كثير صعبة. طبعا بتمنى أول إشي من هون بتجي، وبتمنى إنه السلام يعلم مع كل العالم العربي وعلى كل أطفال العالم. الفترة هاي أنا واجهت كثير طلاب، كثير أطفال اللي هن مش قادرين يعبروا عن مشاعرهن، عندهن مشاعر توتر، عندهن مشاعر الخوف. طبعا هاي مشاعر إحنا بنقدرش نتحكم فيها. فأنا بدي أقول لكم من تجربتي الخاصة، اللي أنتوا من تجربتي الخاصة أنا راح أقول لكم وأتوجه لكم من هون من هاي المنصة، خصص وساعد قصة. أنا اليوم لما كنت أقعد مع الأطفال من خلال الدمية من خلال القصة، أنا قدرت أخفف من التوتر، قدرت أخفف من الخوف. طبعا من طريق صارت قصص اللي هي ملائمة لهاي الفترة. مهم جدا إحنا نشرح لأولادنا إنه هاي مشاعر إحنا بدنا نتحكم فيها، إحنا بدنا نخففها. فهوني أنا نصيحتي لإلكم مع في هاي الفترة وفي أي فترة إن كانت، خلي ساعة قصة مليئة بالمتعة والخيال، خصص ساعة قصة ممتعة شيقة ومفيدة في اليوم عندكم لأولادكم. أول إشي أنتم هون ممكن تفيدوا أولادكم في كثير شغلات. طبعا أنا حكيت تجربتي مع زيدان ابني، ممكن أنتم تطبقوها مع أولادكم. وثاني إشي ساعة قصة كثير ممتعة اللي هي ممكن تجمع كل أفراد العائلة، جربوها وشوفوا وخذوا في نصيحتي وشوفوا كيف الإشي راح يعود في الاتجاه الإيجابي على طول على أولادكم. سمر سؤال، يعني كلنا مررنا بمرحلة التعلم عن بعد، يعني سواء من جيل الطفولة المبكرة وأكثر من ذلك، هل مارست دورك أنت كحكواتية عبر تطبيقات التعلم عن بعد مقابل الأطفال، وهل فعلا كانت ناجحة أم ماذا؟ نعم، أنا كان عندي لقاء زوم عبر الزوم مع مدرسة المنارة كسرة سميع. هون فتت مع كل الشعب اللي كانت موجودة كانوا في البيت، طبعا شعبة الأوائل الثواني والثوالث والروابع. الإشي خلى يعني عمل نجاح كثير كبير. الطلاب فاتت عبرت عن مشاعرها، حكت طبعا مش معي أنا حالي بس كمان مع زينة قدرت توصل لكل طالب وطالب، كل طالب حكى عن مشاعر، كل طالب حكى شو مخاوفه. اتمنينا مع بعض انه نرجع للمقاعد الدراسية، نرجع كلياتنا على المدارس على بناية الصف. حكوا قديش اني مشتاقين لزملائهم، قديش اني مشتاقين لبناية الصف، قديش اني مشتاقين للمعلمين للهيئة التدريسية. فهون كانت عندي عدة لقاءات اللي هي جدا ناجحة الحمد لله وفضل ربنا. ويعني لابد أن نطلب منك يعني إذا كان بالإمكان أن تشاركنا زينة بمقطع لرسالة تربوية نذوتها عند الأطفال من خلال مقطع قصصي معين. طبعا
خلينا نسأل زينة في الأول، شو رأيك يا زينة هون معنا إحنا من قناة هلا؟ هن حابين يسمعوك لإلك، هن يسمعوني إلك، حابين يسمعوك لإلك، شو رأيك أنت تحكي معاهم؟ أنا 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 مستحية شوي. بينفع إحنا نستحي، بينفع نخجل، هاي مشاعر يا زينة، إحنا بدناش نتحكم فيها، قيمي إيدك عن عيونك وتفضلي احكي. طبعاً راح أحكي. مساء الخير، أنا اسمي زينة، أنا صاحبتي سمر، سمر صاحبتي، أنا بدي أقول لكم شغلة. أنا امبارح، إيش أنت امبارح يا زينة؟ أنا امبارح كنت عند دار سيري. طيب يا زينة، شو صار معك؟ حلو إحنا نروح عند دار سيدنا. أنا يا سمر ما كنتش مبسوطة أبداً أبداً أبداً. ليش يا زينة؟ لأنه أنا يا سمر ربنا خلقني جسمي صغير شوي، أنا وبنت خالتي شيال، بس هي جسمها أكثر من جسمي. صحيح يا زينة، إحنا ربنا خلقنا مختلفين بس كلياتنا متساوين. أنا بعرف هذا الإشي يا سمر، بس أولاد خالتي مش عارفين هذا الإشي، وكل ما أقول لهم بدي ألعب معاكم، أو كمان كل ما أقول لهم إني أنا بدي أساعدكم، يقولوا لي لا أنت بتقدريش جسمك صغير. بس أنا أنت شو تتصرفي في هيك موقف يا زينة؟ أنا بزعل شوي، بس ولا ممكن إني أنا أستسلم، لازم أثبت حالي. أنت مرة حكت لنا يا سمر، إيش حكت لكم يا زينة؟ حكت لنا قصة عرض المواهب، إنه الإشي ولا مرة كان في الحجم ولا في الشكل، لكن في إيش يا زينة؟ الإشي دائما في جمال الروح، الإشي في شخصيتنا وفي قلبنا الداخلي. إحنا ممكن ربنا يخلقنا طوال ولا قصار، كلياتنا متساوين، وأنا هذا الإشي اللي عم بجرب أفهمهن إياه. حلو يا زينة، أنا مبسوطة كثير إنك أنت فهمتي هذا الإشي. أنت في الأول يا زينة كنت تستسلمي وكنت تبكي، بس إني يحكوا معك هيك، صحيح يا زينة؟ صحيح يا سمر، بس أنت كيف قدرتي تتغلبي يا زينة؟ مش رحيلي إلي وللمشاهدين، كيف أنت قدرتي تتغلبي يا زينة على هاي الشغلات؟ كيف أنت قدرتي إنك أنت في هيك موقف تثبتي حالك؟ أنا سمعت منك قصة حلوة كثير. شو القصة؟ قصة عرض المواهب. حلو يا زينة قصة عرض المواهب. بدي أسألك، القصة ساعدتك في هيك موقف؟ طبعا ساعدتني. أنا ليش بحب أروح معك يا سمر على لقاءات القصة؟ ليش يا زينة؟ عشان أخذ المغزى والإبرة وأطبقهم وأجسدهم في حياتي اليومية. شكرا لك يا سمر. عفوا يا زينة، شكرا إنك أنت دائما تحكي لي أشياء حلوة وبتحكي لي شغلات وتوصلي لي المغزى والعبرة بطريقة اللي أنا أعرف أتصرف في مثل هيك مواقف. شكرا يا زينة، أنا كثير مبسوطة إني أنا سمعتك. شكرا جزيلا لك يا الحكاوتية سمر سيف من ينوح، ولدميتك زينة أيضا. يا هلا، تشرفت فيك وشكرا كثير لكم على الاستضافة كمان. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام برنامج الموجة المفتوحة اليوم، والذي يبث ببث حي ومباشر بالتعاون بين موقع بانت وقناة هلا. تابعوا كافة المستجدات للأخبار عبر موقع بانت وأيضا البرامج التي تعرض على قناة هلا، وكونوا في تمام الساعة 7 مساء مع برنامج هذا اليوم. شكرا لكم على طيب المشاهدة ودمتم بخير.